اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. طبعا احنا طالعين من رمضان زهقانين الاكل كله، عايزين حاجات خفيفه وحاجات بسيطه. عشان كده حلقه النهارده الوصفات بتاعتنا كلها سهله خفيفه، تنفع غدا سريع، ولو انا عايزه اعمل غدا بقى استعملها ممكن تبقى عشوه حلوه قوي. اول حاجه هبتديها سلطه الفلافل. قبل ما ابتدي بس عايزه اقول لكم ان انا مستنيه تواصلكم معايا على الارقام اللي هتظهر لكم على الشاشه تحت. هنعمل سلطه بالطعميه. احنا عملنا قبل كده سلطه بالطعميه بس دي مختلفه عنها شويه. هنقول مقادير بتاعتنا: 6 حبات فلافل، بصله صغيره شرايح، ربع كوبايه بقدونس مفروم، حبايه طماطم متقطعه صغير، نص خصايه كابوتشا صغيره، خيار مخلل هقطعه برده صغير. انا هقطع كل حاجه بحيث ان انا اقدر اكلها بالمعلقه. 3 بيضات مسلوقين، حبتين بطاطس مكعبات مقليين، وحبتين بتنجان برده مكعبات مقليين، وهستعمل رغيف عيش لبناني اقطعه بالمقص مكعبات واقليه. الصوص بتاعي عباره عن ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه عصير ليمون، 4 معالق طحينه، ولو انت عايزه شطه هتحطي شطه زي ما انت عايزه. هقول المقادير بتاعتي من تاني: 6 حبات فلافل، بصلايه صغيره شرايح الفلافل، انا بتكلم عن الفلافل اللي هي حجمها كبير مش صغيره، لو صغيره هنكتر شويه. بصلايه صغيره شرايح، ربع كوبايه بقدونس مفروم، حبايه طماطم متقطعه صغير، حبايه طماطم كبيره، نص خصايه كابوتشا بتقطع اعملها افرمها ناعم، خيار مخلل قطع صغيره، 3 بيضات مسلوقين، 3 حبات بطاطس او حبتين بطاطس لحسب حجم البطاطسايه عندك، مكعبات مقليه وحبتين بتنجان مكعبات مقليه، رغيف عيش لبناني هقطعه مكعبات، يا اما اقليها يا اما هحمصها في الفرن. يعني انت ممكن ما تقليش العيش وتحطيه في الفرن يتحمص. الصوص بتاعي ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه عصير ليمون، 4 معالق طحينه وشطه حسب ما انت عايزه. هبتدي اول حاجه اجهز السلطه بتاعتي. هقلب البتنجان والبطاطس، لونهم متحمر عادي، يعني بطاطس محمره تحمير عادي والبتنجان نفس الحكايه. هحط معاهم الطماطم. هي بتبقى وجبه متكامله. الخيار المخلل هقطعه صغنن، والبصلايه، البصلايه انت ممكن لو تحبي تنقعيها في معلقه سكر ومعلقتين ثلاثه خل قبلها بنص ساعه، هتديكي برده طعم حلو قوي. واللي بيحب طعم البصل عادي ادي الخاص. وهياخد شويه من البقدونس، ده اللي انا هخلطه مع بعض، والباقي هستعمله في الرص في طبق السلطه. خلاص يبقى انا دي قطعتها. هاجي الطعميه بتاعتي هقطعها، انا زي ما قلت انا عايزه اكلها بالمعلقه فمش عايزه حاجه تبقى كبيره. فكده اهو الطعميه نصها هحطه في السلطه، والنص هستعمله بره. هاجي للصوص بقى هضربه في الخلاط اسهل بدل ما اقعد اعمل الطحينه على ايدي. فهاجي عصير الليمون والميه وادي الطحينه هحطهم في الخلاط عشان الصوص يبقى لونه ابيض وما يبقاش فيه اي كلاكيع. مع ربع كوباية عصير الليمون وربع كوباية المية هحط معاهم شوية ملح. طبعا ما كتريش ملح علشان ممكن الطعمية تكون مالحة، والبتنجان احنا قبل ما بنقليه طبعا بنحط فيه ملح، فما كتريش ملح عشان ما يطلعش طعمها في الاخر كله مالح عشان تبقى مظبوطة معاكي. كده اهو الطحينه كل ما ضربتيها كل ما بتبيض معاكي اكتر، فيبقى لون الصوص كانك عاملاه بالمايونيز بس هو ابيض عشان ضربناه جامد. خلاص كده اهو ده الصوص بتاعي. ادي الطبق اللي هغرف فيه وهروح هقلب السلطه وهحطها في نص الطبق.
ميرسي. اهو واجي احط العيش في النص وبعدين هزوق بكام طعمية للديكوريشن كده اهو، وهجيب البيض المسلوق يعني اعمل كديكور كده بيه. عايزه تقطعيه وتحطيه مع السلطه ممكن، بس هو كده بيبقى احلى. كمان البيض لو اتقطع هتلاقيه الصفار فصل عن البياض واتنكش مبقاش حلو. انا البقدونس خدت نصه ونصه خليته، يعني ما استعملتش البقدونس كله علشان هرش شويه في الاخر برضه. واجي اخر واحده هاجي بقى هنا شويه بقدونس في النص وشويه هنا اهو، بحيث يبقى شكلها حلو. واخر حاجه هرشها الصوص. بعد كده اهو هاجي للصوص بتاعي. بسم الله. هروح حطاه حوالين العيش، مش هرشه على العيش علشان ايه ما يطراش معايا كده اهو. ومش عايزه اقول لكم بتبقى حلوه ازاي، وسريعه وسهله وطبق متكامل. ممكن اعملها لو انا مش عايزه اعمل غدا النهارده، عندي شويه طعميه من امبارح مثلا، هتبقى حلوه قوي، او على عشاء بالليل كوجبه متكامله ونقدمها بالهنا والشفاء. هنروح دلوقتي الفاصل، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل، استنوني. رجعنا لكم من جديد. عملنا اول حاجه سلطه الطعميه او سلطه الفلافل. هنعمل دلوقتي صنفين سهلين حلوين ما بياخدوش وقت خالص معانا. هنعمل اجنحه دجاج حاره بالصوص الحار اللي بناكلها في المطاعم دايما، وهنعمل صينيه فراخ سريعه او صينيه شاورما زي ما انت عايزه اسميها، بس هي بتبقى سريعه وحلوه جدا جدا. هقول اول حاجه اجنحه الدجاج الحاره المقادير بتاعتها. هستعمل كيلو من اجنحه الفراخ وانضفها كويس، وبقسم التاب ده بعيد عن الدبوس يعني بحيث تبقى مقسومه دي بعيده عن دي. التتبيله بتاعتها معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه صغيره ملح، نص معلقه فلفل اسود، واربع معالق صويا صوص. تتبيله جناحات الفراخ من تاني عباره عن معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه صغيره ملح، نص معلقه فلفل اسود، واربع معالق صويا صوص. الصوص بتاعها اللي انا هعمل لها فيه بعد كده هقلبها فيه تلت كوبايه صوص حار اللي هي الهوت صوص، خمس معالق زبده، ربع كوبايه كزبره خضراء، عصير ليمونه وبشر ليمونه، وخمس فصوص ثوم. من تاني تلت كوبايه صلصه حاره اللي اسمها هوت صوص، طبعا بانواع كتير هي. خمس معالق زبده، ربع كوبايه كزبره خضراء، عصير ليمونه وبشر ليمونه، وخمس فصوص ثوم. خلاص نبتدي اول حاجه. هاجي المفروض الجناحات دي تتبل قبلها بتلات اربع ساعات، بس طبعا عشان الوقت عندنا هنا مش هسيبها كتير. ادي معاها الصويا صوص، ممكن حتى تستغني عن الملح خالص لو مش عايزه. وادي كزبره، وفاضل الفلفل الاسود، واحط معاها شويه فلفل اسود وبسيبها 3 4 ساعات في الثلاجه. وبعد كده بقليها، بحمرها في زيت غزير. انا هحطها تتحمر، وعلى ما تتحمر هنعمل الوصفه الثانيه ونرجع لها بعد كده نعمل الصوص بتاعها. فهنيجي هنقليها في الزيت، هحطها في القلايه دي فراي يعني تحمير غزير. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. لغاية لما تاخد لون ذهبي غامق وتبقى مقرمشة. طبعا هي لما بتتنقع في التتبيله بتاعتها دي بتقعد فتره بتشرب من الطعم بتاعها كده. اهو هو كفايه كده، وبخليها تتحمر وهبتدي اشتغل في الوصفه الثانيه لغايه لما تتحمر معايا. صينيه الدجاج السريعه، الصينيه دي حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله وسهله. وزي ما قلنا برده هي تتعمل وجبه خفيفه لو انا مش عايزه اقوم اعمل طبيخ او اعمل حاجه مكلكعه. اول طبقه هستعمل بطاطس صوابع مقليه، عباره عن 3 حبات بطاطس كبيره بقطعها صوابع تخينه، بصوا صوابع تخينه وبقليها تحمير عادي. تاني طبقه عباره عن بصلايه مبشوره، 5 فصوص ثوم، معلقه بهارات مشكله، كوبايه فلفل اخضر الوان شرايح، ونص كيلو صدور فراخ شرايح طوليه. انا مقسماهم طبقات عشان المقادير تبقى سهله عليكي، ما تبقاش سايحه على بعضها وتيجي تحتاسي بعد كده. تالت طبقه هستعمل مخلل شرايح او مكعبات زي ما انت عايز. رابع طبقه هعمل صوص من علبه قشطه كبيره 200 جرام و200 جرام كريم تشيز. ممكن تعملي كوبايه كريمه بدل القشطه، دي حاجه ترجع لك، قشطه او كريمه. معلقتين طحينه، معلقتين مايونيز، عصير ليمونه ورشه ملح. دي الطبقه الرابعه لغايه هنا. الموتزاريلا دي بعد كده اهو، يعني خدي بالك ان علشان لو هم ممسوكين في بعض اخر حاجه رشه الملح. بعد كده عندي 3 ارباع كوبايه موتزاريلا دي لوحدها، وعندي بصله شرايح، نص كوبايه بقدونس، معلقه كبيره سماق، دول حاجه تانيه لوحدهم. خلاص هنقول من تاني. اول طبقه عباره عن 3 4 حبات بطاطس مقليه صوابع، تاني طبقه بصله مبشوره، 5 فصوص ثوم، معلقه بهارات مشكله، كوبايه فلفل اخضر الوان شرايح، نص كيلو صدور فراخ شرايح طوليه. انا مقادير الطبقه التانيه، وانا بقول المقادير هحطها على النار. يبقى تاني طبقه اللي هي البصله المبشوره، بسم الله الرحمن الرحيم، هحطها تتشوح على النار، وبعد كده نكمل، بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل المقادير عشان نكسب وقت. واجي البصل والثوم، وادي الفراخ، هنكمل الطبقات التانية بس انا بحط الطبقة دي عشان اكسب الوقت وهرجع اقول بقية الطبقات. لا ادي اهي، وبحطهم، ممكن النار نحطها على نار احمى شوية علشان ايه الفراخ تستوي. اهي هخليها بقى تتحمر كويس واجي اقول باقي الطبقات. احنا قلنا اول طبقه البطاطس، وتاني طبقه اللي انا حطيتها على النار دلوقتي، تالت طبقه عباره عن مخلل، مخلل خيار او مخلل فلفل اللي انت عايزاه، هو الخيار بيبقى احلى في الوصفه دي. رابع طبقه عباره عن علبه قشطه كبيره 200 جرام او كوبايه كريمه 250 ملي، دي او دي يغنوا عن بعض. 200 جرام كريم تشيز، معلقتين طحينه كبار، معلقتين مايونيز، عصير ليمونه ورشه ملح. بعد كده اهو في 3 ارباع كوبايه موتزاريلا، وبصلايه شرايح لوحدها، ونص كوبايه بقدونس، ومعلقه كبيره سماق. هاجي للطبقه اللي هي الكريمه علشان موتزاريلا، لم الف. هاجي اخلطهم مع بعض سواء بالخلاط او بالمضرب اليدوي. هاجي اجي نقلب بس هنا اهو عشان اضمن بس ان الفراخ تستوي. وخدي بالك برضو من الملح، الجبنه فيها ملح والموتزاريلا فيها ملح، يعني هي الكريم تشيز، فما تكتريش برضو ملح الحاجات كلها علشان في الاخر تطلع حلوه، ما تطلعش مالحه معاكي. دايما انا بخاف من الحاجات اللي فيها لايرز طبقات كده ان ملحها يطلع كتير. هاجي في الكبه، بسم الله الرحمن الرحيم، اجي الكريم تشيز
اللي هي جبنه الكريمه واجي المايونيز وسواء القشطه او الكريمه زي ما انت عايزه. اجي المايونيز واجي الطحينه الليمون. هي مش شاورما قوي يعني، هي حاجه شبيهه بيها، بس لو انت عايزه تسميها مجازا صينيه شاورما اوكي. هضرب كل الصوص ده مع بعضه. طبعا لو عايزه تعمليه بالمضرب السلك اوكي، بس هو كده اهو بيبقى اسهل وبيبقى انعم ناعم معايا اهو. هاجي بقى هحط في الطبق او الفايركس اللي انا هستعمله. هاجي احط البطاطس، وزي ما قلت لك البطاطس قطعيها تخين عشان طعمها يبقى باين. ادي الفراخ قربت تستوي. صدور الفراخ ما بتاخدش وقت، خصوصا لو انت كنت حطاها في الفريزر، يعني اشتريها من عند الراجل وحطيها في الفريزر، مش هتاخد وقت معاكي خالص في السوا، خصوصا الناس اللي بتيجي تعملها بانيه عشان ما يشدش البانيه مع الولاد الصغيرين، الافضل ان تكوني حطاها في الفريزر قبلها كده اهو. ادي اول طبقه، هاجي بقى الطبقه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي الفراخ بالخضار اللي انا عملتها، ريحتها فظيعه. بعد كده هاجي بقى المخلل، وعشان كده برضو بقولك الملح، انا ما حطيتش ملح غير على الفراخ بس بسيط، وانا بقطعها وانا بغسلها واقطعها، لكن في التقليب على النار ما حطيتش ملح عشان ما تطلعش في الاخر معايا كل حاجه ملح. هاجي بقى لطبقه الصوص، هحط الصوص عليها. اوزعه عليها قدر الامكان. الصوص ده اللي احنا ضربناه في الخلاط عبارة عن قلنا كريمة او قشطة مع الكريم تشيز والطحينة والمايونيز والليمون. بصوا الواحد زي من الاكل العادي، وخصوصا في رمضان، فعلشان كده الواحد لازم يبتكر حاجات للولاد علشان ما يقولوش زهقنا زهقنا من الاكل، ودي اكتر حاجه بتغيظ الكلمه دي. هاجي بعد كده للموتزاريلا وهرشها على وشها، وهدخلها الفرن مجرد تغلي كويس والموتزاريلا تسيح بطلعها، وبحط على وشها البصل اللي انا مقطعاه، البصل ده هدعكه بالسماق وارش عليها البصل والسماق والبقدونس. يبقى كده اهو ادي حطينا بعد رابع طبقه حطينا الموتزاريلا، هتدخلها الفرن تغلي كويس وتسيح الموتزاريلا واطلعها علشان احط عليها اخر حاجه اللي هو البصل، بس البصل ده طبعا بعد ما تطلع من الفرن لو حطيته دلوقتي هيستوي معايا. هرجع تاني لجناحات الفراخ اللي انا حطاها في القلاية، هي مش هتاخد معايا وقت بقى خلاص. انا هعمل ايه؟ اسمها فاطمة؟ يا فاطمة. نعم. ايوه ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه يا قمر؟ عندك كام سنة؟
انا عندي 14 سنه. ما شاء الله عليكي، عينيا ليكي حبيبه قلبي، عينيا ليكي. بتقولي ايه بقى؟ ما فيش يا فندم. ما حضرتك ليه؟ بقول لك عينيا ليكي، انت عايزه تشتركي معانا في المسابقه ولا عايزه تسالي على حاجه؟ عايزه ايه؟ طريقه ايه؟ الهمبرجر. من الهمبرجر، من عينيا الاثنين. لسه النهارده قبل الحلقه بنقول ان احنا الاسبوع الجاي عايزين نعمل حلقه كامله عن انواع الهمبرجر. انا دلوقتي الصوص هعمله بتاع الجناحات الفراخ، هطلعها لكم اوريها لكم. احنا حطينا الجناحات بعد ما تبلناها، انا دلوقتي بعت زبده على النار، بسيح الزبده. جناحات الفراخ تبلتها بالكزبره والصويا صوص وملح وفلفل وحطيتها تتحمر. بعد كده بسيح الزبده، بحط عليها الصويا صوص. هات لنا الجناحات بليز يا احمد. ادي الصويا صوص. بعد ما الزبده تسيح ببعدها عن النار، ولو في حتت صغننه كده هتسيح في الاخر معاها. وادي عصير وبشر الليمونه، وادي الكزبره والثوم. على فكره مش بس جناحات الفراخ ممكن تعمليها كده، انت ممكن تعملي دبابيس الفراخ برضو بنفس الطريقه. بصوا ده اللون اللي انا عايزاها توصل له، انا حمرتها لغايه لما وصلت للون ده، شايفين لونها ازاي ذهبي غامق. وبعد كده اهو بحطها في الصوص ده، بحطها في الصوص واقلبها فيه كويس وهسيبها فيه شويه. طبعا انا حاسبها ان انا هطلع فاصل، فانا بعد ما قلبت المقادير كلها فيها هطلع فاصل معاكم. هطلع الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوني. رجعنا لكم من جديد. ده شكل الصينيه بتاعت الفراخ بعد ما طلعت من الفرن. بصوا شكلها بقى وريحتها مش عايزه اقول لكم فظيعه. هاجي احط عليها بقى البصل بعد ما قلبته بالسماع، قلبت السماع عليه، هرش عليها البصل بالسماع. جربوها دي النهارده وقولوا لي رايكم ايه، يعني فظيعه. واخر حاجه هحطها عليها البقدونس. طبعا بتتقدم جنبيها عيش، لو عيش محمص بيبقى حلو قوي اهي. وادي هنا عندي بقى الجناحات، ده شكلها بعد ما قلبتها في الصوص كويس. نرش عليها برده شويه بقدونس، وهنا شويه وهنا شويه، ونقدمهم. إيه ممكن بقى نحطهم الناحيه الثانيه يا احمد علشان ايه؟ دي سخنه سخنه. هنعمل دلوقتي صنف الحلو بتاع النهارده، هنعمل كيكه. الكيكه دي انا هستعمل فيها بواقي كحك العيد اللي عندي، الكحك والبيتي فور والبسكوت اللي موجودين عندي من العيد. ساعات بنشافه ساعات خلاص الولاد بيزهقوا ما بياكلوهمش. إيه ساعات بحس ان السمنه بتاعت الكحك بيبخها بيبقى ناشف يعني بعد كده. فانا هعمل ايه؟ هاخد الكحك ده واستعمله، هعيد تصنيعه بان انا هعمله كيكه برتقان وشوكولاته. اشمعنى برتقان؟ علشان نكهه البرتقان القويه تغطي لي على اي نكهه في الكحك. الكحك ممكن لما يقدم شويه تلاقي ريحه السمنه فيه ما بقتش حلوه. لما بعمله بالطريقه دي بيرجع جديد فريش وما بيبانش اي حاجه خالص. دي بواقي الكحك عندي، باجي بطحنها. حتى لو الكحك فيه مكسرات مش مشكله، بس طبعا لو فيه عجوه مش هينفع. الكحك لو ساده او فيه مكسرات بكسره وبضربه، بطحنه عندي في. بصوا اهو دي نشفت، ده كويس ودي نشفت، ده بطحنه اعمله زي الدقيق. وادي البيتي فور. البيتي فور حتى لو عليه مربى او مكسرات مفيش مشكله، بستعمله برده بطحنه كله وبستعمله عادي. هنقول دلوقتي المقادير بتاعتنا بتاعت الكيكه، كيكه البرتقال والشوكولاته باستخدام بواقي كحك العيد. المقادير بتاعتي هستعمل كوبايتين بواقي كحك وبيتي فور مطحونين اهي بالمنظر ده، ببقى طحناهم ناعم. وهستعمل نص كوبايه دقيق، هستعمل اربع بيضات، كوبايه وربع سكر. ما بكترش سكر لان هما اوريدي بيبقى فيهم سكر، علشان كده ما تكتريش سكر عشان ما تبقاش مسكره قوي معاكي. نص كوبايه سمنه برده لان الكحك فيه سمنه،
فعشان ما تطلعش الكيكه تقيله معاكي قوي واحط السمنه كتير، فهي نص كوبايه سمنه هتبقى كافيه جدا على المقدار اللي عندي، ان هو اوريدي الكحك والبيتشيفور والبسكوت كله فيه سمنه، فانت مش محتاجه سمنه زياده والا الكيكه هتلكب مش هتقدري تاكليها. معلقه كبيره بيكنج باودر مليانه ومعلقه صغيره بيكنج صودا. ليه الاثنين؟ علشان يرفع لي الكيكه، علشان الكيكه احنا قلنا دي في سمنه من الاول ودي الكحك مستوي، فانا عايزه الكيكه تترفع ما تبقاش محفوسه معايا وما تبقاش يعني هبطانه، فالبيكنج باودر والبيكنج صودا هيرفعوها، لان في عندي وسط حمضي اللي هو البرتقال، فهتلاقي الصودا مع البرتقال نفشت لك الكيكه بقت هشه. كوبايه عصير برتقال ومعلقتين كبار بشر برتقال، دي الكيكه. صوص الشوكولاته بتاعي نص كوبايه كريمه مع معلقتين كبار زبده، 125 جرام شوكولاته مبشوره ورشه ملح. هقول المقادير من تاني، كوبايتين بواقي كحك وبيتي فور مطحونين وبسكوت مفيش مشكله برده. نص كوبايه دقيق بس زي ما قلنا الكحك ما يبقاش فيه لا عجوه ولا عجميه. نص كوبايه دقيق، 4 بيضات، كوبايه وربع سكر، نص كوبايه سمنه، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج صودا، كوبايه عصير برتقال، معلقتين كبار بشر برتقال. صوص الشوكولاته بتاعي عباره عن نص كوبايه كريمه، معلقتين كبار زبده، 125 جرام شوكولاته مبشوره ورشه ملح. هاجي اول حاجه هضرب البيض، البيض مع السكر والسمنه، ده نعمله كده اهو عشان المره دي بيطرش علينا البيض. ادي البيض هحط معاه السكر كده احنا رايحين، وهحط معاه السمنه. هو الخلاط ده مش ليه الغطا مش كده؟ يبقى بعد كده نستعمل مع الغطا بقى على طول هيبقى اسهل. ادي السمنه هضربهم، هحط معاهم ادي الكحك، احنا قلنا بنفتته وبنحطه بعد كده في الكيتشن ماشين او في الخلاط او في الكبه اطحنه لغايه لما يبقى عندي بالشكل ده. بعد كده بجيب على ايدي بروح حاطه اول حاجه مقدار الكحك والبيتشيفور، واقلبه مش بالخلاط، هعمله على ايدي عشان برضو ما تطلعش متكوكه، واجي احط نص البرتقال نص العصير. بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب اهي. بصوا هتلاقيها بتفك معايا جامد، هحط البيكنج باودر والبيكنج صودا وبشر البرتقال. بشر البرتقال حاولي ما توصليش للطبقه البيضه علشان ما يمررش معاكي. اديني قلبته كويس، بعد كده هحط الدقيق العادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الدقيق طبعا تكوني نخلاه يا نسمه، يا نسمه. الو الو، ايوه ايوه، ازيك؟ ممكن اسال على سؤال ولا ايه؟ اتفضلي يا حبيبه قلبي عينيا. ايه طيب طيب، بصي حضرتك الشوكولاته اللي هي بتتسيح وبتتحط على الكيكه بتتجلد بالكيكه، أيوة. ايوه ممكن اعرف بس يعني بتتعمل ازاي وطريقتها ازاي؟ اه عينيا يا حبيبه قلبي، هنعملها لك النهارده دلوقتي. دلوقتي اهو اوكي، دلوقتي بصوا ادي الكيكه خلصت معايا، انا بكون دهنه القالب كويس جدا بالسمنه، وبعدين باجي اصب الكيكه فيه وبدخلها الفرن على 160، مش اكتر من كده،
ليه؟ علشان الكحك مستوي، فانا مش عايزاها تستوي معايا بسرعه، فعايزاها تكون الحراره متوسطه. مقادير الصوص كلها هحطها على النار في حمام ميه، ولما ارجع هحطها لكم على الكيكه. هروح لفاصل دلوقتي وارجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم من جديد. انا دلوقتي بسيح صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته ده اللي عباره عن نص كوبايه كريمه ومعلقتين كبار زبده، 125 جرام شوكولاته ورشه ملح. اول حاجه بصوا الميه بتبقى قليله وما توصلش للطبق اللي انا حاطه فيه الشوكولاته، وبيسيحوا كلهم مع بعض، وبعد كده بصبهم على الكيكه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو طعم بقى الشوكولاته مع البرتقال، مش عايزه اقول لكم. ممكن كمان تحطي شويه بشر برتقال في الصوص ده، يعني وهو على النار تروحي رشه في الاخر شويه بشر برتقال. انا هجيبه هنا اهو جنب بقيه الحاجات اهي، ممكن ترشي شويه بشر برتقال عليه بيبقى تحفه. كمان الطلب مننا البرجر. بصي اسهل طريقه للبرجر ان انت هتجيبي كل كيلو لحمه مفرومه، اللحمه المفرومه دي يكون نسبه الدهن فيها قليله جدا، ما تبقاش حمراء خالص وما تبقاش مدهنينه قوي علشان الدهن برده يمسكها. وهتحطي عليها بصلايه واحده صغيره، ملح وفلفل، وهنحط عليها نص كوبايه بقدونس. خلاص مش عايزه البقدونس ممكن ما تحطيهوش. لو انت هتعرفي تجيبي صويا صوص، الصويا صوص بيديها طعم حلو قوي. معلقتين صويا صوص للكيلو مش كتير، مجرد يديها غناوه في الطعم. وهنحط معاها لبابه عيش فينو، رغيف واحد فينو علشان يخلي البرجر هش. هقلبهم كويس مع بعض وهعملهم كور اقراص، هتك عليهم بين كيسين بلاستيك لو انا ما عنديش المكنه بتاعت البرجر. انا الاسبوع الجاي ان شاء الله، الاسبوع الجاي او اللي بعده، بس في الغالب الاسبوع الجاي هعمل لكم حلقه كامله عن البرجر، ازاي نعمله بانواعه والعيش بتاعه وكل حاجه فيه. هتضغطيها بين كيسين بلاستيك علشان تتضغط جامد، اضغطي عليها بتقل، وبعد كده حطيهم في الفريزر، نزليها من الفريزر واشويها في التيفال على طول. معانا وقت ان احنا نقول اوكي. هقول مقادير الصينيه بتاعت الفراخ السريعه. اول طبقه هيبقى عندي بطاطس صوابع مقليه مقطعه طحين وبقليها. تاني طبقه بشوح على النار بصلايه مبشوره مع خمس فصوص ثوم، معلقه بهارات مشكله، كوبايه فلفل اخضر والوان شرايح، يعني كوبايه اقطع فيها الفلفل الاخضر والالوان، نص كيلو صدور فراخ شرايح طوليه بحمرهم كويس لغايه ما الفراخ تستوي، واروح احطها على البطاطس. احط فوقيها مخلل خيار او فلفل اللي انت عايزاه، شرايح متقطعه او مكعبات اغطي بيهم فوق الفراخ. اخر طبقه بحطها عباره عن علبه قشطه 200 ملي جرام او كوبايه كريمه، هضربها في الخلاط مع 200 جرام كريم تشيز اللي هي الجبنه الكريمي، مع معلقتين طحينه، مع معلقتين مايونيز، عصير ليمونه، ورشه ملح. يتضربوا كلهم على بعض ويتحطوا، اغطي بيهم المخلل والفراخ، واحط على وشها تلات ارباع كوبايه موتزاريلا، ادخلها الفرن لغايه لما تسيح الموتزاريلا كويس وتغلي الصوص. اروح حاطه على وشها بصلايه شرايح دعكاها بشويه سماق، معلقه سماق مثلا يهداكم مع البصل، واغطي وشها بيها مع البقدونس زي ما احنا شايفين شكلها كده اهو، وبتبقى حلوه. خلاص ولا نعيد الكيكه او خلاص؟ اوكي معلش وقتنا خلص. يا رب يكون حلقه النهارده عجبتكم. لينا حلقه بكره حلوه جدا ان شاء الله. اشوفكم على خير.